بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. معاكم سرية النهاردة في الجزء العاشر كوكب الصبح. أنا شفت المسيح 5 مرات في حياتي، والنهاردة هحكي لكم عن المرة الخامسة اللي شفت فيها المسيح، لكن لسه هيكون في حاجات ورؤى جميلة جدا. المهمة عايزة أرجع لبعض التعريفات مع الجزء السابق، إن أنا في بعض الحاجات لازم نعرفها علشان دي هتفيدنا كتير قوي في الرؤى والأجزاء الجاية. أول حاجة عايز أعرفها، إيه هو الطريق؟ المسيح بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة. هدي تعريف بسيط قوي. لو أنا ماشي مع ربنا في الطريق، الطريق يعني أنا ماشي مع ربنا وأسلب بحسب وصاياه، الحق بشهد بكلمته ونعمته في حياتي وأقول دايما الحقيقة، الحياة إن أنا بحيا بيه وبروحه القدوس لحد ما أقدر أوصل وأقول إنني أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. طب إيه هدفي من الحياة؟ إن أنا أوصل لربنا، أوصل لمحبة ربنا ومحبة الطريق. طب يعني إيه أحب ربنا؟ يعني أطوعه وأخضع لمشيئته بكامل إرادتي وبكامل اختياري، لأن هنا هيبان إذا كنت بحب ربنا ولا لا. طب إزاي؟ فاكرين الآية اللي بتقول الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. طيب إيه هي الخطية؟ أنا ماشي في طريق، لو أنا عكست عكس الطريق يعني أنا أخطأت الهدف، وهدفي هو إيه؟ هدفي هو ربنا. يبقى أنا لو ماشي عكس الطريق يبقى أنا في خطية. تبقى ايه هي التوبة؟ اني ارجع لطريقي المزبوط وارجع لاتجاه الله اللي هو هدفي في الحياة. طيب في الحياة دي ربنا اداني اسلحة عشان احارب بيها الشيطان، ايه هي؟ اثبتوا ممنطقين احقاقكم بالحق، لابسين درع البر، حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. ناخدهم بقى واحدة واحدة كده ونركز شوي. اثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق. ممنطقين أحقاقكم ده عبارة عن حزام قوي مصمم لتقوية الجسم. الحق هو الصدق والوضوح والشفافية والبعد عن النفاق والرياء. يعني خلي شخصيتك شخصية واضحة وشد حزام الحق حوالين وسطك. لابسين درع البر، الدرع يحمي القلب والصدر. أما نحن الذين من نهار فلنصحى لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص. يعني نلبس بر المسيح أي درع الإيمان العامل بالمحبة، وأملأ قلبي بالفضائل وأمشي سلوك مستقيم. حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، هي القدرة على الحركة السريعة والاستعداد لنقل سلام قلبك اللي جواك وكلمة ربنا للي قدامك. حين تدخل إن البيت سلموا عليه، إن كان في البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، وإن لم يكن مستحقا هيرجع سلامكم ليكم. من لا يقبلكم اخرجوا خارجا من البيت وانفضوا حتى غبار رجليكم، ولكن إن تألمتم من أجل البر فتبقوا. أما خوفهم فما تخافوش منهم، لا تضطرب، قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دايما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف وبضمير صالح. المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأسمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد لكن محي في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرد للأرواح التي في السجن. خدوا بالكم أنا هعدي على حتة وهحس إن الأرواح كلهم مسجونين، وعشان كده بقول لكم الحاجات دي عشان ناخد بالنا إن أنا داخلة بهذه الأسلحة معي. 4 حاملين فوق الكل ترس الإيمان. الترس بيحمي الجسم كله، الإيمان بفداء ربنا ودم المسيح اللي بيغطينا بالكامل، الإيمان بوعوده وأمانة الله رغم عدم أمانتي، الإيمان بقدرة الله الغير محدودة وإنه يستطيع كل شيء، الإيمان بالثالوث القدوس. 5 خوذة الخلاص، هي خوذة رجاء الخلاص، أي الحياة على رجاء التحرر من كل العقوبات الأتية والتمتع بالميراث السماوي الأبدي. الخوذة الروحية هي اللي بتحمي راسنا
يعني بتحمي إيماننا بالمسيح اللي هو الرأس. 6. سيف الروح الذي هو كلمة الله. وسيف الروح احنا أخذنا عنده المرة اللي فاتت حاجات كتير قوي. ناخد بالنا فيه مكان واحد السلاح ده مش بيغطيه. السلاح بيغطيني بالكامل من راسي لحد رجليا، لكن في جزء في جسمي مش متغطي. ايه هو؟ هنعرفه كمان شوية. الله يعلن سره لخائفيه وعهده عشان يعلمهم. تعالوا شوفوا ربنا هيعلن لي. الحقيقة انا شفت رؤية ان الشيطان واقف واخد ناس عنده، والناس دي كلهم كأنهم مأسورين عنده، يعني كأنهم مسجونين عنده زي أسرى الحرب قاعدين مقرفصين على رجليهم. بس المنظر اللي عندي كان ايديهم كمان فوق راسهم، والشيطان مسيطر عليهم سيطرة كاملة. وهم الحقيقة كانوا مش مبسوطين بسيطرة الشيطان عليهم، وكأنهم مش شايفين اي حاجة قدامهم، يعني خبي وشهم ورابط ايديهم ومقرفصهم في رجليهم ومحسسهم ان هم ناس زي المسجونين. بس الحقيقة في ناس منهم نفسها تخرج وعايزة تخرج، وهي دي الناس اللي ربنا عايزنا نروح لهم، مش الناس اللي مش عايزين يخرجوا. فانا فعلا دخلت وبدأت انتهر الشيطان، وان انا اقول له باسم يسوع اقف يا شيطان عشان نفك ايديهم منهم. الحقيقة بعد شوية لقيت الشيطان عمال مضطرب جدا وفي قلقان وخوف واضطراب، ولدرجة من كتر الخوف بتاعه والرهبة سنينه عمالة تكتك في بعض. بس هو بيبص على حد تاني لما انا عمالة انادي اسم ربنا جه وقف ورايا. انا اخدت بالي وافتكرت كويس قوي لما كان سيدنا بيقول لي اوعي تدي ظهرك للشيطان، لان ظهرك هو المكان الوحيد اللي انت لو دخلت الحرب اوعى تديه للشيطان، لان ساعتها هتتهزم هزيمة رهيبة. فأنا جيت بالجنب بحيث أشوف مين اللي واقف ورايا. لقيت البابا كيرلس بلبس الكهنوت الأبيض والذهبي وماسك عصاية اللي هي العصاية اللي عليها الحية النحاسية، عصاية البطرك، وماسك الصليب. طبعا أنا الحقيقة المنظر بهرني، لأنه أول مرة بشوف البابا كيرلس في مجد، كنت دايما بأشوفه باللبس الأسود بتاعه. بس لقيت البابا كيرلس بمنتهى القوة بيقول لي خدي بالك اوعي تدي للشيطان ظهرك، ما تنتبهيش ليا وللمجد بتاعي، ادخلي بسرعة وكملي اللي انت جاية تعملي. الحقيقة هو قواني جامد قوي وخلصت الرؤية على كده. التعليم اللي بعده، لان الله برضو يعلن سره لخائفيه، انا كنت بعترف عند ابونا برسوم مطر وبقول اسمه لان ابونا اتنيح، وربنا حب يقولي ان ابونا طالع السماء. فجيت على ثلاث ليالي بشوف ثلاث رؤى مختلفة. أول واحدة كان في قبر مفتوح في باريس في برلاشاز، والقبر الثاني مفتوح في مصر، وإن في اتنين كهنة هيسافروا السماء، هو بينهم لي زي خبزة وجواها طعمية، يعني الخبزتين دول أو الشخصيتين دول مسافرين السماء ودول شخصيتين بيصوموا. تاني يوم أنا شفت الحادثة بالكامل كأني كنت واقفة في لندن مشايفة الحادثة. تالت يوم اللي هو اليوم اللي حصل فيه الحادثة بالظبط، لقيت نفسي كأني موجودة برضو في مكان الحادثة فعلا، وبالروح أنا مع أبونا برسوم. فأبونا برسوم بيقول لي أنت جاية تعملي إيه؟ فبقول له أنا جاية أسلم عليك وأقول لك باي باي عشان أنت داخل السماء. فضلت طايرة معي، وهو قال لي كلمة مهمة قوي، بيقول لي سرية أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا آسف. فبقول له على ايه يا ابونا؟ قال لي الحقيقه انت كنت بتعترفي عندي وبتحكي لي حاجات كتير جدا عن البابا كيرلس والانبا صميل المعترف وعن قديسين تاني كتير، وبصراحه انا ما كنتش مصدقك. قلت له ولا يهمك يا ابونا، كفايه تعبك ومحبتك ووقفتك جنبي وصلواتك ليا وسندتك ليا، ده انا عايزه بجد اشكرك ومن كل قلبي، وعشان كده متهيالي ربنا خلاني اشوف الرؤيه دي. انا دخلت معاه لحد مكان الانتظار. المره دي بالنسبه للمره اللي فاتت اللي انا شفت فيها ابونا لؤى الدويري، مع ابونا لؤى الدويري انا وقفت عند الباب، مع ابونا برسوم سمح لي المره دي ان انا ادخل معاه في مكان الانتظار، وان هو كان ابونا قاعد وجنبه باب تاني كان الباب الناحيه التانيه مقفول عشان هو هيدخل لربنا. بعد فتره الملاجي قال لي سرية اتفضلي انزلي لان كده الوقت بتاعك يعني انتهى، واحنا كمان في انتظار ان ابونا ابراهام هيجي لان هو في غيبوبه، لكن هو جاي كمان وجاي وهيدخل في نفس مكان الانتظار مع ابونا برسوم. وفعلا كان ابونا ابراهام في غيبوبه واتنيح فعلا بعد ابونا ابراهام على ما افتكر بحوالي اسبوعين او ثلاثه في الحدود دي، وان هو فعلا سافر السماء.
الحقيقة بعد بشوية لقيت فعلا الموضوع انتشر وأبقنا سفروا السماء. يلا بقى بينا بسرعة ندخل على كنيسة النهاردة، علشان كنيسة النهاردة هي كوكب الصبح المنير. كوكب الصبح هو طبعا ابن الله اللي هيدخل معنا. الحقيقة عايزة أقول لكم خدوا بالكم من حاجة، أنا كل مرة بغير لكم الألوان اللي بتظهر قدامكم، يعني بديكم الألوان بتاعة المرحلة الروحية اللي إحنا واقفين عليها، فالمرحلة دي بتتغير من لون للون، وهتلاقوا كل الأجزاء تقريبا اللي أنا منزلها بنزلها بلون المرحلة اللي إحنا موجودين عليها. إحنا النهاردة في اللون الأصفر الذهبي، يعني أصفر مخلوط باللون الذهبي، طبعا ده رمز الملك ورمز الاستنارة ورمز ابن الله، لأن إحنا داخلين النهاردة مع ابن الله. النهاردة هنبدأ دلوقتي حالا الجزء بقى العاشر في كوكب الصبح. إحنا قدام كنيسة إيه؟ ثياتيرا المسرح، معنى كلمة ثياتيرا المسرح. ناخد بالنا احنا كنا على درجة 9، نعي ساكر معناها الجزاء، الله يجازي كل واحد بحسب أعماله، يعقوب يحل محل لأن ابن يحل محل أبيه، وكنيستنا كنيسة ثياتيرا. من ناحية الإيجابية أصبحت كنيستك الداخلية فيها صفاء ووضوح وشفافية، يبقى اطلع لي على المسرح الحياة، اشهد للحق بالكلمة وبقوة وسلطان الله، واوعى تخاف من أي حد. من ناحية السلبية لما الناس اللي مش مع ربنا لما بيطلعوا على المسرح بيبقوا لابسين قناع، لابسين الرياء والنفاق. احنا يلا بينا، المسيح داخل بايه في الكنيسة دي؟ ابن الله الذي له عينين كلهيب النار ورجلاه مثل النحاس النقي. المسيح ليه عينين ثاقبة، والنحاس بيدل على النسوت، والرجلين بيدلوا على هيندق الشر. في المرة اللي فاتت مع واحد كنا مع عمانوئيل، الله معنا الرب قريب. رقم 2 كنا مع ابن الإنسان المصلوب القائم من الأموات. رقم 3 المرة فاتت كنا مع سيف الروح الكلمة. النهاردة احنا مع ابن الله الذي له عينين كلهيب النار ورجليه هتدخل تدك على الشر بالكامل، وربنا هيديك هذه النعمة انك انت كمان تكون معاه ابن الله. ابن الله يعني الذات، ذات الله نفسها مع صفة النطق والحكمة الغير محدودة، لأن الله غير محدود. إحنا هنبقى كمان أولاده، بس ناخد بالنا بنوة المسيح ذاتية، لكن بنوتنا هي باحتضان الله لينا، فنبقى إحنا كمان أبناء لله. المسيح هو البكر وسط إخوة كثيرين، وهيخلينا إحنا كمان إخواته عشان يدينا البنوة معاه ونبقى أبناء لله. قد إيه يا رب أنت رائع، بيقول له أنا عارف أعمالك، عبادتك، محبتك لله وللناس، خدمتك لرد الضالين، إيمانك وهي ثقتك في وعود الله، صبرك في مقاومة الأشرار، ولكن برضا وبصبر. ادخل مع الله برضا وصبر. لكن أنا عندي عليك، عندي عليك إنك تسيب المرأة إيزابيل التي تقول إنها نبية. إيزابيل دي مين؟ شخصية غير عفيفة، جريئة في الشر، محتالة، قاتلة، تتعدى على حقوق الله والناس، وهي من السحرة. إيزابيل بالأسباني هي شخصية غير مرتفعة، تعظم إلهها، بس إلهها ده مين؟ إلهها هو الشيطان. هذه المرأة ربنا يرحمها، عندي عليك انت ايه؟ انك تسيب هذه المرأة. خد بالكم المرأة دي كانت بتكحل عينيها بس بروح معرفة الشيطان وبروح العرافة والسحر. اللي عندي عليك ما تسيبهاش، انا هديها زمان لكي تتوب عن زناها، انا القيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة، ان كانوا مش هيتوبوا عن اعمالهم واولادهم انا هقتلهم بالموت. ايه هي التوبة؟ ان انا اتصالح مع الله، ان انا اعدل عن رأيي، ان انا امشي بحسب ما الله يعطيني، ان انا اقول له لتكن مشيئتك، ان انا اقبل التغيير في السلوك. طبعا ايزابيل مش هتقبل الكلام ده كله، وعلشان كده هي موجودة تحت الخطية، عشان كده ايزابيل يعني هي مش ماشية في طريق الله. فاكرين ايه هي الخطية؟ هي ان انا باخطئ الهدف، وان انا هدفي هو الله والاتحاد بيه، وان انا ماشي عكس هذا الهدف، يعني انا متجه لاتجاه الشيطان، يعني انا ماشي في عكس الطريق
وهي دي الخطية ما أنساهاش. وإيزابيل كانت إنسانة صعبة جدا جدا جدا، لازم أخد بالي، لكن الأسقف لازم يحذر الناس دي، لازم انتهر وبخ عز، لأن الأسقف كمان لو ما عملش هذا في وش الناس دي بيقع هو كمان تحت الخطية. فتوب، الله هو توب، أعطيها زمان لكي تتوب عن زناها، والست دي ما تبتش. أنا ألقيها في فراش المرض والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة، إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم الردية أولادهم هقتلهم بالموت. ومتى لبس هذا الفاسد عزم فساد، ولبس هذا الماء عدم الموت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة. ده للإنسان نفسه، إحنا عايزين إيه؟ عايزين نبتلع الموت إلى غلبة. طب ليه؟ عشان ينتهي شر الأشرار. الله يثبت الصديق، فإن فاحص القلوب والكلى هو الله والبار. وخدوا بالكم كان أول سلاح إثباته. كان داخل قدام إيزابيل إيليا، إيليا معناها قوة الله، إلهي هو الله، هذه الشخصية التي يعظم إلهه وهو الله. إيليا كان دايما حاسس إن هو في حضرة الله، كانت أجمل كلمة بيقولها حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. قوة الله اللي كانت جواه كان ربنا مديها له عشان يقف قدام هذه الإنسانة الشريرة وجوزها أخاب الملك. لما أخاب بعت له 50 شخص لإيليا النبي، لأن إيليا النبي راح فاتح الأرض وراح بلع، خلى الأرض تبلع الناس دي، لأن هو بالعيون الثاقبة اللي ربنا كان مديها له وبالرجلين اللي بتدك الشر، إن هو عارف إن الناس دي موجودين على درجة الجراد والظلام، ففتح الأرض وبلعهم. لستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم فأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى. يعني لما نجيب لكم محكمة صغيرة أنتم مش قادرين عليها. خدوا بالكم أن إيليا النبي كان موجود مع أخاب الملك ومع إيزابيل في نفس الزمان في نفس المكان وفي نفس المنطقة، عشان ربنا يقول لهم اثنين عايشين في نفس الوقت والزمان والمكان، واحد مسك في يمين الله وأخذ قوة الله، وواحد ومراته مسكوا في يد الشيطان فأخذوا قوة الشيطان. لكن مهما كانت قوة الشيطان، إيليا النبي هو الذي سيدين هذه الشخصية. الكلام ده هو علشان أول ما هندخل في أول محاكمة هتبص تلاقي الناس دي هي اللي واقفة قال إيه بتحكم على، يعني إيزابيل هي اللي عايزة تحكم على إيليا النبي وعايزة تموته. جاتهم ربنا وقال لهم إنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء، تمسكوا من إيمان وتعليم وترتيب، ومن يغلب ويحفظ كلامي إلى النهاية هديه سلطان على الأمم ويرعاهم بقديم من حديد كما تكسر أنية من خزف كما أخذت أنا من أبي، أنا أيضا من عند أبي. الناس دي داست ابن الله وداسوا الدم العهد وإصداروا بروح النعمة. خدوا بالكم إحنا عندنا كلمة النبوية وهي أثبت، عندنا هنا الثبات هو مرة تانية، التي تفعلون حسنا إذا انتبهتم إليها كما إلى سراج مريق منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح. فين؟ في قلوبكم، بعد ما كان عندكم إيه؟ هذه الكلمة اللي كانت سيف الروح، اللي هيغلب هديله سلطان على الأمم. الأمم هم الأغراب عن المسيح، وأعطيه كوكب الصبح أي هديله البنوة، هنبقى أبناء لله. يا رب أنت في رسالتك ثناء على نشاط يزداد وإنذار بما ينتهي إليه العنيد وما يناله الغالبين من سلطان ومن أمجاد. الحقيقة هبدأ أقول لكم على أول رؤية شفتها بعد الموضوع ده. أنا شفت السلم، السلم ده أنا كنت في برية شهيد. برية شهيد يعني معناها ميزان القلوب. في برية شهيد أنا كنت بالضبط في دير الأنبا بشوي، الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، وان السلم ده طالع من يعني من جنب المغارة او الأوضة اللي كان بيصلي فيها الأنبا بشوي، اللي بندخل لها الباب بتاعها ضيق كده وبندخل، فالسلم ده طالع ولقيت صوت بيقول لي اطلعي. رحت بسرعة على السلم وبدأت فعلا اطلع لفوق
بس بصراحة السلم كان عالي قوي، فحسيت اني تعبت وفقدت كل قوة جوايا، وحسيت اني عمالة بجبد. بدأت اشد بدراعي واشد برجلي واطلع على ركبتي شوية واقعد شوية واشد تاني، فضلت اطلع كده لحد ما وصلت لنص السلم. في نص السلم بالظبط ببص لتحت لقيت الموضوع ما لا نهاية، انا مش شايفة حاجة. ببص لفوق لقيت الموضوع لسه فوق قوي، يعني برضو احنا لسه ما لا نهاية لفوق. قعدت شوية على نص السلم وقلت لنفسي يلا بسرعة ما تضيعيش وقت. رحت معدولة وهبدأ تاني أطلع من نص السلم، بصيت لقيت حاجة غريبة حصلت انجذابة، كأن كل الجاذبية الأرضية انتهت وبدأت الجاذبية السماوية تظهر. لقيت نفسي بنسحب لفوق زي مسحوبة كده على السلم، أنا مش بجبد ومش بعمل أي مجهود، لحد ما طلعت لآخر السلم. بصيت لآخر السلم شفت إنسان جميل قوي برضو في مجد. خد بالكم أنا بدأت أشوف المواضيع في مجد، في مجد البابا كيرلس، وهنا شفت شخصية وشها منور بجد زي القمر، والمجد اللي فيهم عظيم، شخصيات عظيمة. فبصيت له بقول له عرفته على طول، بقول له وشك ولا وش القمر يا أبا بشوي، الراجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح. لما بقول له وشك زي القمر بص لي كده وراح مبتسم، طبعا هو فيه عظمة وفيه جلال، بس لقيت ابتسامته حلوة كده، وقال لي انت فهمتي انا عايزة اقول لك ايه؟ قلت له ايوه. فقال لي خدتي بالك؟ قلت له ايوه. طيب انت فهمتي ايه؟ انا هقول لكم انا فهمت ايه. هو قال لي بما انك فهمتي اتفضلي انزلي بسرعه وابداي اطلعي السلم. انا فهمت ايه يا جماعه؟ فهمت كذا نقطه. اولا في دير الانبا بشوي انا شفت الشخص ده كان في الوقت ده طالب رهبنه، وزي الانبا بشوي بيقول لي الشخص اللي طالب رهبنه ده يخص باريس. انا فهمت هو عايز يقول لي ايه. الحاجه الثانيه اللي قالها لي السلم ده سلم المحبة، لأن الأنبا بيشوي هو الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح. يا ربنا سمح لك أنك تبدأي تطلعي، فتح لك السلم اللي أنت كنت بتدوري عليه واللي هو كان موجود ورا يوحنا الحبيب اللي أنت ما شفتهوش، أن السلم ده كله نور ومنور، وأن هو ده اللي هيقربك أكتر لربنا. أنت قلتي أنا عايزة أقرب منه أكتر، وان السلم ده هيكون سلم المحبه، وان هو الله لما نطلع في سلم المحبه الله يعلن لنا عن ذاته، يعلن لنا عن معرفته، بس هو اللي بيعلن. فهو سمح لك بالطلوع، اتفضلي ابداي اطلعي. الحقيقه بدات اطلع السلم ده بصراحه الموضوع كان صعب، هقول لكم مش سهل. يعني الحاجه اللي حصلت في الفتره دي ان بصيت لقيت مجموعه حواليا، الناس دي مش أشرار، لا الناس دي كويسة، وبدأوا يحطوني تحت الأنظار وتحت المحاكمة. يعني انت ايه اللي مخليكي ماشية مع الناس الوحشة دي؟ اللي بدل ممشش بيتلم على بعض. طب هم ما يعرفوش خالص ان الناس دي بالنسبة لي ان انا عايزة يعني نفسي ومناعيني ان انا الناس اللي تعبانة دي يوصلوا للراحة اللي انا حساها ويحسوا بالحب اللي انا حساه لربنا. يعني جوايا حب للناس بالرغم ان هي ممكن تكون عايشة في الخطية، سامحوني أنا مش شايفة خطيتهم بجد، أنا مش شايفاهم، أنا الحب اللي جوايا لربنا وبليهم مخليني مش شايفة أي خطايا. فراح بيقول لي يعني، فبدأوا الناس دي يقولوا لي أنت إيه اللي بيمشيكي مع الناس دي؟ أنت كده ما تنفعيش تبقي خادمة، أنت كده ما تنفعيش معرفش إيه. طبعا بدأت صوابع الاتهام كلها تتجه حواليا، وكانوا من أقرب الناس. فبصيت لقيت مرة راحوا جايبين لي الكتاب المقدس وبيقولوا لي احلفي على الكتاب المقدس انك مش مشتركة مع الناس دي في خطاياهم. طبعا انا بصيت لهم كده، طبعا لو ما حلفتيش هنعمل فيكي وهنسوي فيكي ولازم تسيب الخدمة ولازم تسيب الكنيسة ولازم، طبعا المواضيع كبرت يعني مش هقول لكم يعني. فانا المهم فضلت اطبطب على ده وهدي ده والطف مع ده، وطبعا مش هحلف يا جماعة، ربنا قال لا تحلفوا البتة، وانا مش هحلف مهما ان حصل ومهما ان عملته فيا، انا الكتاب المقدس فوق راسي. فالمهم من هنا لهنا مفيش فايدة. عايزة اقول لكم اليوم ده انتهى معايا لحد الساعة 3 الصبح، كنت تعبانة جدا ومجهدة جدا، وتاني يوم انا هصحى عندي شغل. فبصيت لقيت نفسي
بعد ما كل الدنيا هديت والبيت هدي والدنيا هديت، بصيت لنفسي دموعي نازلة زي الحنفية وبقول له انت فين يا رب، ليه سايبني في وسط الجو المتعب ده؟ المهم من كتر ما انا عمالة بعيط وكده نعست يمكن على 5 الصبح. الساعة 5 الصبح دي لقيت شفت منظر عجيب جدا، اني كأني واقفة في شارع والشارع ده انا واقفة في وسط ناس، والناس دي زنقة عليا من كتر الاتجاهات لدرجة ان انا خلاص بطلع في الروح. لكن انا رافعة وشي لفوق وبقول له انت فين يا ربي، من فضلك ارجوك تعالى الحقني. فلقيت المسيح حقيقة نازل بقى المرة دي من السماء، بس نازل بسرعة السحاب بشويش بشويش، عارفين السحاب كده بيبقى نازل قد ايه هادي. فانا بقول له ايه ده انت، يا صبرك يا رب يا طول اناتك، شايفني خلاص بطلع في اخر نفس جوايا وانت نازل بهذا الهدوء. فبعرف كده بصيت لقيت بشويش بشويش وش فوق راسي، بقي على بعد مثلا 1/2 متر فوق راسي، بصيت لقيته بدا يطلع تاني. انت بتطلع تاني وسايبني؟ معقوله دي؟ فبدا يطلع وهيطلع بنص متر بمتر. رحت انا شاده نفسي ورحت نطه نطه، رحت ماسكه في توبه. انا اول ما مسكت في توبه دي انا حسيت بقوه عجيبه، عارفين نزيفه الدم اللي مسكت توبه فوقف النزيف؟ ايوه وقف نزيف التعب والالم، وقفت كل حاجه، كان وقفت علاقتي بالارض دي كلها. انا بصيت لقيت نفسي في ثواني وفي لحظه قدامه، بس قدامه فوق فوق في السماء. المكان كان اخضر، المكان جميل قوي، وجنبيه نهر صافي، المكان حلو قوي يا جماعه. بس المشكله في المكان، انا بشوف المسيح لاول مره في هذا المجد، في هذا الجلال، في هذا البهاء، في هذا الجمال. انا مش لاقيه كلام يعبر اكتر من كده عن المنظر، ابن الله اللي واقف قدامي، نوره قد ايه، عينيه الصافيه جذباني قد ايه، حنان جوه عينيه الى ما لا نهايه، مجد لما لا نهايه، جلال وجمال لما لا نهايه. انا لقيت نفسي في كمان مهابه، لقيت نفسي رحت ساجده قدامه، نزلت على الارض وساجده وبقول له قدوس يا جماعه، حد يخبيني، حد يغطيني من هذا المجد والجلال والبهاء اللي انا قدامه. من اول مره في حياتي كنت بعمل مطانيه، بس مطانيه بجد، حسيت يعني ايه الذين يسجدون فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. أول مرة بحس الشعور ده، لقيت المسيح راح نازل وماسك إيدي وبيقول لي قومي. أنا بقوم بس ببص على إيده، طبعا لسه ما رفعتش وشي، ببص على إيده لقيت المسمار في خنصر إيده، يعني خرم المسمار. فبقول له إيه ده، هو أنت اتخرمت في خنصر الإيد ولا في كفة الإيد؟ فبحط صباعي جوه الجرح. عايزه اقول لكم حطت صباعي على الجرح دي، انا حسيت اني مش بقى مش انفصلت عن العالم، انا توبه فصلني عن العالم، لكن في جوايا شفاء. انا مش عايزه من الدنيا دي حاجه خالص. وقفت قدامه تاني وببص لجماله، انا مش عايزه ابعد عنه ولا لحظه. فراح بيقول لي عايزه ايه؟ قلت له انا مش عايزه حاجه، انا عايزاك انت وبس، انا يكفيني انت، انا عايزه افضل معاك هنا، مش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه تاني. الاستمتاع بهذا الجمال والبهاء لا يوصف، مفيش كلمات توصفه، لان الكلمات دي ماديه، واللي انا واقفه قدامه ده مش مادي، ده غير محدود. ازاي يا جماعه اقدر اوصفه لكم بالكلمات الماديه بتاعتنا؟ لا يوصف ما لم تره عين، ما لم يخطر على قلب بشر، ما لم تسمعه أذن. فعلا المهم رد علي وقال لي لأ لسه شوية هتنزلي الأرض تاني تكملي المشوار. يا رب أنا عايزك أنت. قال لي يلا هتنزلي دلوقتي. الحقيقة كانت حوالي الساعة 6:30 تقريبا لما لقيت نفسي بفتح عيني، دموعي اللي انا كنت نازله نايمه بيها كانت دموع ضيق، لا اتحولت. انا من اللحظه دي حاسه اني مفصوله عن العالم،
عن العالم بكل ما فيه. الدموع نازلة من عيني زي الحنفية، بس دموع فرح مع دموع هيبة، مع مش عارفة أوصف لكم الحقيقة الوصفة. أنا رحت لابسة هدومي بسرعة من قبل ما البيت أي حد يصحى فيه، ورحت واخدة العربية. أقول لكم من كتر الدموع أنا مش شايفة السوق. أنا مشيت مش عارفة 50 متر 100 متر عن البيت، ورحت ركن العربية لأن أنا مش شايفة من قدامي. لقيت نفسي بحط راسي على دريكسيون العربية ودموعي نازلة زي الحنفية. أنا ما عرفش قضيت وقت قد إيه، مش عارفة. أنا برفع راسي من على الدريكسيون، لقيت نفسي مش موجودة جنب البيت. أنا والعربية متجرشين قدام باب المحل. زي ما بقول لكم أنا مش قادرة أسوق، فلقيت نفسي قدام باب المحل اللي أنا بشتغل فيه. رحت فتحة العربية ونازلة، برضو أنا مش حاسة بنفسي تماما. دخلت المحل وقفلت عليا الباب، قعدت جوه المحل طول النهار أنا ما فتحتوش، مش حاسة بأي حاجة غير أكتر من إن أنا دخلت جوه جسم، الجسد ده زنقني فأنا مسجونة جواه، فمضايقني. ده كل إحساسي، أنا عايزة أنطلق من هذا الجسد. مش شايفة قدامي غير المسيح اللي أنا كنت شايفاه فوق، بجماله ببهائه بكماله بجلاله بالهيبة بتاعته. دموعي نازلة زي الحنفية، حاسة جوايا براحة، راحة مش عارفة أوصفها لكم. الاستمتاع بوجود الله والراحة في وجوده مختلفين تماما. من الوقت ده أنا اختلفت حياتي مع كل الناس. أنا قعدت على الحال ده ما يقرب من 3 أيام. ربنا رتب إن جوزي كان عنده مطعم، فكان بيشتغل بالليل مع إنه ما بيشتغلش بالليل خالص. وأولادي طبعا كانوا كبروا، فكنت بدخل البيت أقول لهم معلش أنا تعبانة شوية، وبدخل الأوضة أقفل عليا. 3 أيام دول ما بين المحل وما بين البيت أنا ما اشتغلتش، ما عملتش حاجة، مش عارفة أخرج من هذا الجمال والجلال. بعدها لقيت نفسي بتعامل مع الناس بحب، وبس فعلا محبة ربنا اللي دخلت جوايا. حتى لو جه حد ضايقني أو زعلني بقوله معلش حقك علي يا عم، سامحني، أبوس على راسك، أبوس على إيدك، على رجلك، على أي حاجة، مش مهم. المهم عايزة أعيش بالجمال ده وبس. طبعا حصلت حاجات تاني كتير هحكي لكم عليها في الجزء 11. ايه اللي حصل بعد البنوة؟ ما تنسوش ان لسه عندنا 3 كنائس تانيين، وان احنا هندخل كمان على 7 ارواح الله. وازاي الانسان هيتعامل مع الروح القدس؟ انا لسه ما وصلت لهاش. انا عايزة اقول لكم جمالك يا رب، بهائك، جلالك، عظمتك ايها القدوس، أرفعك أسبحك أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. لك الملك، لك القوة، لك المجد والبركة والعزة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. هشوفكم المرة الجاية مع 7 أرواح الله.